انا مو مصدقه يا مها انه شهور الحمل مرت بسرعه واني هلا عم جهز للولاده، مع اني عم حس بتقل كتير كبير ببطني، بس عم استمتع بكل مرحله عم تمر. فعلا كل مرحله من مراحل الامومه وليها جمالها برغم من التعب والمسؤوليه. طيب يلا هلا نروح نجهز شنطه المستشفى. يلا بينا. كويس انك ابتديتي تحضري الشنطه من بدري عشان تبقي مستعده في اي وقت. هلا انا مرتبكه شوي مع اني اشتريت كتير اغراض، بس مو عارفه شو الشيء اللي انا محتاجته اكتر. بصي تعالي نبتدي بالحاجات اللي هتحتاجيها في المستشفى. اوكي. انا شايفه الفستان اللي هناك ده اختيار مثالي لان هو شكله واسع ومريح، وكمان الفتحه اللي قدام دي هتساعدك في الرضاعه، بس خلي بالك بقى انك هتحتاجي اكتر من واحد عشان تغيري بينهم. طيب حلو، هل بكفيني اخد 3 غيارات داخليه معي؟ لا غالبا هتحتاجي عدد اكبر لانك هتغيري اكتر من مره في اليوم الواحد. طيب وانا كمان اشتريت فوط صحيه من المقاس الكبير، شو رايك؟ بصي ممتاز جدا لانك هتحتاجيها في اول كام يوم بعد الولاده، وكمان هتحتاجي للفوطين دول علشان تنشفي فيهم بعد الحمام. طيب حلو، بس انا مش شايفه فوط الصدر، شكلك ما جبتيهمش. عايزه اقول لك ان هما مهمين جدا جدا لان الحليب هيبتدي ينزل من تاني او تالت يوم بعد الولاده، وانت اكيد مش عايزه هدومك تغرق بالحليب. كويس اني كتبت هالشي. طيب خبريني اكتر مها، شو انا محتاجه للرضاعه؟ بصي انا فاكره ان انا احتجت حماله صدر مخصصه للرضاعه، واحتجت كمان كريم تشاور الحلمات، وكمان انت غالبا هتحتاجي الكفر المخصص للرضاعه عشان لو حد زارك في المستشفى تعرفي ترضعي البيبي وانت مش مكسوفه. اوكي طيب وشو مشان اغراض العنايه الشخصيه؟ هلا انا حضرت فرشاه اسنان ومعجون اسنان وسليبر خفيف. كويس جدا، بس بتهيالي ان انا فاكره ان انا كمان خدت معايا كريم مرطب، وخدت غسول الوجه بتاعي، وخدت مزيل عرق، وشويه توك للشعر. عظيم كتير يا مها، وهلا صارت معظم الاغراض متوفره عندي. خبريني اكثر مها عن شنطه البيبي لاني رح انزل اتسوق لاخر مره اليوم. بصي انا شايفاكي جايبه حفاضات مقاس حديث الولاده، ودي حاجه كويسه جدا، وكمان هتحتاجي البطانيه خفيفه تلفي فيها بنوتك وهي خارجه من المستشفى. طيب يا مها انا بدي افهم اكثر، وهلا انا جهزت 3 غيارات داخليه وثلاثة سلوبت واثنين مريول وطاقية قطنية. هايل جدا، بس كمان مفروض انك تجيبي قفازات عشان تلبسها في ايديها، لان انا فاكرة ان عمر وهو صغير خربش نفسه وهو في المستشفى. عظيم كتير، وهلأ صارت غراضة كلها جاهزة، بس خبريني مها اكتر عن منتجات العناية بالبيبي. بصي اللي انا فاكراه يعني انك مش هتحتاجي تاخدي حاجة معاكي المستشفى، لان كده كده الممرضات هم اللي هيعتنوا بيها، بس اكيد لما تروحي البيت لازم تكوني جايبه لها منتجات مخصصه لحديث الولاده زي منتجات جونسون كوتن تاتش. حلو كتير، وهلا صار كل شيء جاهز وما بقى عندي صبر لحتى اشوف صوفيا بين ايدي.